السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كما رأيتم أن اليوم احتفال مولد سيدنا علي في ألبانيا، وهي احتفال رسمي دولي. وكما رأيتم الجماعة هي جماعة بكتاشية، كما قلنا أن شعب ألبانيا يعني 70% هم المسلمين، يعني منهم السني والبكتاشي. والبكتاشي يعني هم شيع، هم على مذهب إمام الجعفر الصديق. تاريخ دولة ألبانيا أسست يعني تقريبا قبل 100 سنة، كان تحت احتلال الدولة العثمانية، والألبان مشهورين في هذا الزمان، في زمان العثمانيين. وبعد الاستقلال من تركيا أسست دولة ألبانيا، يعني تقريبا 100 سنة. والشعب الألباني هو الشعب أكثرهم مسلمين، يعني تقريبا أكثر من 70%، وداخل 70% تقع الجماعة البكتاشية. نتحدث يعني عن البكتاشية، طريقة البكتاشية أسست يعني من 800 سنة، قبل 800 سنة، من شيخ الكبير حاجي ولي بكتاش. كان عالما معلما، معلم الديني، يعني كان يدعو الناس إلى الإسلام ويعلم الناس الإسلام. واستمرت سنوات وسنوات حتى المركز البكتاشية وصلت إلى ألبانيا، مركز العالمي. من قبل كان في تركيا في مدينة حاجي بكتاش. في زمان أتاتورك طردوا، منع بعض الأمور الدينية في تركيا، والمشيخة البكتاشية لم تستقبل دعوة أتاتورك أن يخلع لباسهم وأن يسكر التكة، المكان الذي كانوا يعيشون ويجمعون الناس وأمور الأخرى يعني الدينية. وهذا الشيخ الكبير أصله كان من ألبانيا، وأخذ الأمر أن يرحل إلى من تركيا إلى ألبانيا. وبعد رحاله من تركيا وصل إلى ألبانيا وأسس هذا المركز. والشيخ سالين يزيد ده اسمه عمل علاقة مع ملك الألبانيا في هذا الزمان، وهذا العلاقة كان علاقة رسمية، أن يقيم المركز العالمي البكتاشي في ألبانيا. وكما نعرف يعني في أكثر من البكتاشية يقع في تركيا، يونان، ألبانيا، رومانيا، وفي دولات الأخرى الأوروبية أيضا يوجد في بكتاشيين يعني ألبان في أمريكا، وهناك أيضا مركز خاص للبكتاشيين في ميشيغان في أمريكا. كالطريقة البكتاشية، ونسميه طريقة بكتاشية لأن لا تتغير بأكثر الطرق الإسلامية، لأن أصلهم في الشريعة نقول يعني يقون على مذهب الإمام جعفر الصديق. كبقية الطرق يعني كما نعرف يعني هي طريقة مشهورة أصلا، ولكن في زمان الشيوعية يعني من زمان أتاتورك وزمان بعد ما جاءت الشيوعية في ألبانيا، يعني هدموا مبنيات مثل المساجد والتك، وسجنت المعلمين والمشايخ والدراويش.
طريقة بكتاشيع يعني وقع في حالة ضعف، ضعف يعني بالنسبة المشايخ وبالنسبة المراكز، حتى غلق ودمرت يعني أكثر المراكز البكتاشية بعد التسعينات، فتحت وقلة من شيوخهم يعني عاشوا، وأكثرهم عجائز، وفتح المركز وبدأ يأتون الناس، وبدأ استمر يعني في طريقهم، يعني مثل إنهم يحتفلون ببعض الإصابات يعني، كاليوم مثلا، كما احتفلوا اليوم بمولد سيدنا علي عليه السلام، وإذا مثل رمضان والعيدين ومولد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الأمور الأخرى الذي يجعل أن يجمع الناس حتى يكلمونهم عن الدين وعن الإيمان، عن حب أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن نعرف يعني أن طريقة بكتاشية طريقة صوفية، وكطريقة يعني صوفية دائما تركز الأمور الصوفي الروحانية، أن يجعل القلوب الإنسان هادي ومؤمن، وهذا أهم شيء لمشايخهم، أن يكلمون للناس أصلا عن الإيمان بالله ولرسول صلى الله عليه وسلم ولأهل حب لأهل بيت، وأكثرهم يعرفون التاريخ، الواقعات التاريخية بين الشيعة والسنية، وكل أي حد من البكتاشية تسأل عنده معرفة في هذا الأمر، وكما قلت من قبل يعني ضعفة الدين في زمن شيوعي جعلت يعني البعد من الدين ومن العلم، إذن يحتاج وقت حتى يرجع في أصل الديني ويرجع إلى طريقة البكتاشية، لأن طريقة البكتاشية تدعو عن الإسلام، تدعو عن الإسلام، تدعو عن الحب أهل بيت رسول الله، يعني نحتاج التعاون والتقارب مع جميع الإخوة الشيعة في العالم، وخاصة الشيعة في إيران، العراق، سوريا ودولات أخرى. نحن نحاول يعني ليس فقط البكتاشية وكل الطرق أن يقتربون إلى الأصل الإسلام. ماذا أريد أقول عن هذا؟ لأن الإسلام هو دين الله، ونحن نخدم لهذا الدين. لمن نخدم؟ نخدم لأن الناس أن يقتربوا إلى دين الله، لأن لا يوجد طريقة أخرى أن تصل إلى الله سبحانه وتعالى بعملنا وبأفكارنا وباجتهادنا، ونجعل قوتنا وأفكارنا وعلمنا إلى دين الإسلام وإلى جميع المسلمين. إذا نريد أن نغير بعض الأفكار الذي من بهذا الأفكار خرب بعض الأمور الدنيوية أمور الدينية في ألبانيا، يعني السبب قلة الشيوخ والجهل بينهم، ولأجل هذا يعني نريد
أن نرجع إلى الأصل. الأصل من هو؟ هو الإسلام، كتاب الله، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحب أهل بيت رسول الله. نحن نحب أن نتقرب مع كل المسلمين، ولكن تقربنا إلى الشيعة أكثر، يعني كل حب يقع إلى أهل بيت رسول الله. ونحن سمعنا وقرأنا، وهناك من يفرق في هذا الأمر من العلماء والجميع المسلمين، واتجاهنا إلى أهل العراق وأهل إيران ومن بقية الشيعة في العالم. نرى أن هذا الدور دور فكري علمي، وهذا اتجاهنا. دوري في هذا المركز يعني كدور معلم ومفتي، أجهد يعني أن أعلم الدراويش، وأولنا عندما أستقبل الناس أن أعلم يعني عن الدين، عن تاريخ الإسلام، أحدث عن حب أهل بيت. يعني إن شاء الله فيما بعد سنقوم بافتتاح المدارس بإذن الله، وهذا أهم شيء لي، أن أعلم الناس. يعني الناس كم في الناس ليس فقط في ألبانيا وفي كل العالم، يعني يريدون ويحبون أن يسمع وأن ينصح بنصيحة دينية، كما نرى ونسمع أن حالة الدنيوية يعني المسلمين وغير المسلمين هي حالة يعني أن يريدون أصلا يريدون أن يقتربون إلى الدين. هناك من يجد شيخا ويسأل ويقتنع بجوابه، وهذا دورنا الآن أن نقوم بهذا الأمر في أمر الدعوة وأمر النصيحة حتى يتغير الجو. الدرويش، درويش هي كلمة عربية، درويش إنسان يعني متعاون ديني مؤمن، إنسان صابر، صوفي. وكما قلنا أن مركز البكتاشية يعني تهتم كثيرا عن هؤلاء الناس أو الرجال، يأتون إلى هذا المركز ويسكرون حياتهم للعلم والدعوة، يحاول أن يجعل نفسه رجال ديني، رجل ديني صوفي، تبتعد عن أهله وعن جميع الأقرباء، ويبدأ من جديد حياة ليخدم عن جميع الناس. في هذا الزمن أو في هذا الوقت رأيت أن كثير الناس يعني يحبون هذا يعني هذا الرجل الديني، كما نحن نقول في هذا الطريقة الدرويش. درويش në tarikatin Bektashi do të thot Mana درويش në tarikat Bektashia أن رجلا يبتعد عن أهله ويترك الحياة كحياة جميع الناس، ويقع نفسه لحب الدين، حب الله وحب الدين وأهل بيت رسول الله. Duke u nisur nga doktrina jon, إذا الدرويش يشرح أن ديننا دين الإسلام، كتابنا القرآن، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، إمامنا إمام علي عليه السلام، وطريقة البكتاشية إذا تسمى طريقة النازنية، يعني طريقة خاصة يعني تميل إلى أكثر طريقة صوفية في الإسلام. مذهبي يوم كويت جعفري. Është namazi i detyruar, salat, ajo është obligim për të gjithë muslimanët. Po, farz, ke gjemir muslimin. Ashuria që ne bëjmë, pra falim namazin dhe kemi... Këma jahë të filu për gjemir muslimin, e i dhe nahu më të filu. Detyra një dervishi është, zëmërën të bëjdet. Aham më shëri,
للدرويش أن يطهر قلبه بالإيمان ويصل في هذا المكان حتى يؤثر للناس جميعا أن يطهروا قلوبهم بالإيمان بالله سبحانه وتعالى. Emblema një dervishi është كل شيء ما ترى أنها لي ولكن ليست لي هذا للجميع. Duhet të bëhesh pluhur, balt. تجعل نفسك كالتراب حتى لا تكون متكبرا ولكن محبا محبوبا للجميع. Dervishët nuk kanë shumë fjalë. Dervish ليس له كلام كثير. أكثر شيء هو عمل. الدرويش يقول أنا درويش ألباني وأسكن في ألبانيا. وسبب أنني جعلت نفسي درويش جعلت لحبي أهل بيت الرسول. أشتاتيا فوتيش مايو داشوري سا ما كان فوتو نكت بيتك. أشعر بهذا الحب ولا أجد كلام أشرح ولكن أقول لكم لبست هذا اللباس بسبب هذا الحب. نوك ما هين نبون أسني باسوري ترندا فيل كامون حضرتين علي. ليس لدي مال ولا بنون إلا حب علي.